أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في مادة اللغة والأدب، حيث سنقوم اليوم بالحديث عن الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني، وسنقوم بتحديد الخطوط العريضة لما سنتناوله في هذا الأسبوع مع ربطه بالمفاهيم الرئيسة والسياق العالمي. إذن قبل أن نبدأ، لابد من ذكر الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. إذن أهداف الدرس: أن نربط موضوعات الوحدة وهي عائد إلى حيفا بالمفاهيم الرئيسة والمفهوم ذو الصلة وعبارة البحث والسياق العالمي. أذكر أن المفهوم الرئيسي الذي سنركز عليه في هذه الوحدة هو الإبداع، والمفهوم ذو الصلة هو الموضوع أو النوع الأدبي، والنوع الأدبي الذي سنتناوله في هذا الدرس هو فن الرواية، فالأنواع الأدبية كثيرة، منها القصة ومنها الرواية ومنها المسرحية كما أخذنا في الفصل الدراسي الأول. ما سنتناوله هو فن الرواية والحديث قليلا عن خصائصها وأنواعها. وعبارة البحث هي: يبدع الأدب روايات تطرح موضوعات تسهم في تحقيق العدالة والسلم الاجتماعي. علينا أن نعرف أن في كل رواية موضوع محدد تطرحه لنحقق العدالة والسلم الاجتماعي. كيف سنحققه؟ من خلال موضوعات الرواية، هذا ستعرفونه أنتم عند دراستها. وتذكر عزيزي الطالب أن عبارة البحث مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمفاهيم الرئيسية والمفهوم ذو الصلة. قلت أننا سنقوم بتناول موضوع فن الرواية، تحديدا رواية عائد إلى حيفا لغسان كنفاني. بداية، قبل أن نعرف بغسان كنفاني لابد من أن نعرف بفن الرواية. فالرواية هي فن أدبي نثري طويل يختلف عن القصة، يعتمد على الخيال، وهو نسيج تترابط فيه مجموعة من العناصر فيما بينها وفقاً لعلاقات معينة، وتسير ضمن تسلسل أحداث مدروس لوصف تجربة إنسانية ضمن إطار من التشويق والإثارة تعكسه مجموعة من الشخصيات في بيئة معينة. أما عناصر الرواية، بدايتها وأهمها موضوع الرواية، وتذكر هذا قبل قليل عندما ذكرته في موضوعات الوحدة. فموضوع الرواية، يقصد بموضوع الرواية هو الفكرة التي ستتحدث عنها هذه الرواية، ويبدو أن هذه الفكرة مرتبطة بعنوان روايتنا وهو عائد إلى حيفا، حيث ستكون عبارة عن الحديث عن الوطن، وسيتم تصورها بشكل بسيط وأولي قبل كتابة الرواية، مثل طبيب شاب يعمل في مشرحة مثلاً ويسرق جثث إلى أن يتم كشفه متلبساً. أما الحبكة، هي سير أحداث الرواية تصاعدياً باتجاه الحل. أما الشخصيات، هي محرك أحداث الرواية باتجاه الأمام ومحورها. الحوار هو الصوت المسموع لأفكار الشخصيات والطريقة التي تتواصل بها مع بعضها البعض. والسرد يأتي على لسان راوين، يكون هو حلقة الوصل بين القارئ والشخصية. والروايات أنواع، منها روايات الرعب والتشويق أو الخيال العلمي أو الغموض أو الخيال التاريخي أو الروايات الرومانسية أو الخيال الواقعي. سنعود إلى ذلك بالتفصيل في صفحات المنصة التعليمية. ولا بد أيضا من التعريف بكاتب روايتنا وهو غسان كنفاني، حيث ولد في عكا سنة 1936 وتوفي في بيروت سنة 1972، وهو روائي وقاص وصحفي فلسطيني تم اغتياله على يد جهاز المخابرات الإسرائيلية عندما كان عمره 36 عاما بتفجير سيارته في منطقة الحازمية قرب بيروت. كتب بشكل أساسي بمواضيع التحرر الفلسطيني، وهو عضو المكتب السياسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1948،
أجبر وعائلته على النزوح، فعاش في سوريا ثم في لبنان حيث حصل على الجنسية اللبنانية. أكمل دراسته الثانوية في دمشق وحصل على شهادة البكالوريا السورية عام 1952. له الكثير من الأعمال وسنتحدث عنها أيضا بالتفصيل في المنصة التعليمية. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة ودمتم بخير.